فعلا ما قاله السيد الرئيس النهارده على الاراضي قالوا برضو على الفلوس. اللي هيمد ايده على جنيه من فلوس الدوله ملوش مكان بينا، مش هيقعد بينا. لا مش كده وبس، محدش هيقدر ياخد جنيه ويحطه في جيبه. يبقى الاول ما فيش حد هيقدر ياخد متر ارض، اتنين محدش هيقدر ياخد جنيه يحطه في جيبه ويبقى قاعد بينا، مكانه هيبقى وراء القضبان. تعالوا نسمع السيد الرئيس. انا بقول برضه الكلام ده تاني للناس اللي بتسمعني في مصر، اوعوا تكونوا فاكرين ان الكلام دوت معناه ان حد ياخد ويحط في جيبه. لا والله، لا والله، من اول انا لغايه اي حد جنيه واحد لا، واللي يعمل كده ملوش مكان بينا. دي رسالة الرئيس إلى الفاسدين. الرئيس وجه رسالة إلى سارقي أراضي الدولة لن تفلتوا. الرئيس وجه رسالة إلى سارقي أموال الدولة لن تبقوا في أماكنكم. الرئيس بيوجه رسائل قوية واضحة ولابد أن تسمع ولابد أن نتداولها، لأنه هذا الكلام الرئيس قاله إمتى؟ ما قالوش في غرفة مغلقة، قالوا على الهواء مباشرة، قالوا في الهواء الطلق، قالوا في افتتاح مشروع لإعادة شكل مصر الجغرافي والزراعي مرة أخرى، بنشتغل وفي نفس الوقت بنصلح، بنعمل تنمية وبنعمل زراعة وفي نفس الوقت بنعمل عملية تطهير من الفساد المستشري بطول البلاد وعرضها. فموجود الفساد، موجود الفساد. الفساد ما عاشش له دستوره. الرئيس لما اتكلم على الارض وسرقه الارض وقال لن اسمح، اتكلم على سرقه الفاسدين قال لي ياخد جنيه، وفي نفس الوقت الرئيس قال لانه في دوله